اللي لعب كورة كتير، بس مش أي حد يتقال عليه أسطورة، ومش أي حد نعرف تفاصيل رحلته علشان نتعلم منها والأجيال الجديدة تحاول تمشي على نفس خطواته. ضيفي النهاردة ضيف الرحلة واحد من أساطير الكرة المصرية، واحد من اللعيبة اللي تألقت وبشدة رغم أنه ملعبش للكبيرين الأهلي والزمالك، لكن كان عنده رحلة احترافية في أوروبا حاجة محترمة جدا، واتظلمت الرحلة بسبب عدم وجود السوشيال ميديا او الاهتمام الاعلامي وقتها، ما كانش بقوه الاهتمام دلوقتي. هنتكلم النهارده مع واحد من اساطيرنا، واحد من اشهر اللعيبه اللي رفعت الياقه. لو كنت من جمهور الكوره في فتره التسعينيات، اكيد عينك وقعت على شاب اسمر رفيع بيشق طريقه مع المقاولين العرب، بيكلم الكوره زي البرازيليين بالظبط. الحريف ابو ياقه دايما مرفوعه، واللي الكوره في رجله ما تفهم لهاش، ما تعرفش هيعدي ولا هيباصي ولا هيلف بيك بسهولة، هيعمل فيك ايه محدش يعرف غيره هو. موهوب لدرجة انه لفت الانظار من اول مرة لمس فيها الكورة، واحد من اللعيبة اللي ملبسش تيشيرت الاهلي والزمالك لكنه خرج لاوروبا من بوابة ذئاب الجبل. موهبته واخلاقه خلوه واحد من اللعيبة اللي تربعت في قلوب جماهير كرة المصرية، ورغم انه ملعبش للكبيرين لكنه واحد من اهم الاساطير اللي جت في تاريخ الكرة في مصر. ببساطة عبد الستار صبري. لعبد الستار، الله عليه، يا سلام يا سلام يا سلام. اظن عرفته مين، عبد الستار صبري. برحب بيك كابتن مصر. حبيبي يا كريم، اخبارك ايه؟ كل سنه طيب. انت طيب، ربنا يخليك. انا مبسوط جدا، انا معاك والله. تعالى نبدا مع بعض كده بالاسم بالكامل. عبد الستار صبري عبد الماجد محمود. مواليد 19/6/74. وفي اولاد؟ في اولاد، عندي 5 اولاد. ربنا يخليهم لك يا رب. عندي محمد وحلا وعمر وسليم وغالي. طب تعالى نبدا مع بعض كده باول مره لعبت فين الاول، يعني اول تعلقك بالكوره كان في الشارع؟ الشارع طبعا، انا كنت في منطقه الدقي، دالم المساحه. الشارع ده كان ساعتها الشوارع كلها كانت بتيه كره الشراب، دي كانت مميزه جدا، والدورات والحكايات. ودورات بتبقى دورات على طول في الدوره المدرسيه وحاجات كتير قوي يعني. فكنت معروف ان وانت صغير ان في واحد حريف في الحته دي اسمه عبد الستار. بس اللي علمني الحاجات دي كلها خالي، هو معروف جدا، ليه شعبيه كبيره، وكان حريف. حريف قوي قوي يعني، كان بيعمل في الكوره. يعرف منك؟ كان بيعمل حاجات والله. هو اللي علمني. علمني حاجات كده على طول، وابتديت انا اطور برضه وابتكر في الحاجات اللي يعملها لي. كان بيعمل حاجات غريبه جدا. فانت بقيت في الشارع؟ في الشارع. وبعدين اول اختبارات رحتها كانت المقاولين؟ رحت نادي المقاولين. اول اختبارات؟ اول اختبار، لا في طبعا في ناس كشافه كده كان بيعملوا ايه في الشوارع، بيعدوا في الشوارع يشوفوا مين كويس. راح واحد شافني كده قال لي تعالى ممكن اوديك اختبارات النادي الاهلي. كان ساعتها ايه، كان اول اختبار، اول حاجه رحت اختبارات النادي الاهلي. ما تقوليش ان انت ما اتقبلتش في الاهلي. طلعت انا كبير شهرين، شهر 6، عارف النظام الايه، من اول شهر. طب من شهر 8 ده كنت كده اتحسبت على اصغر شويه، العب الاصغر. اوكي. وانا رفيع، كان التانيين باجسامهم جامده جدا. مش هتنفع تلعب. لا حاول بقى السنه الجايه زود ان شاء الله تيجي ونشوف. خدتها من النادي الاهلي لغايه البيت. ماشي عياط. ماشي عياط. كنت انا مش يعني، رحت مركز شباب الجزيرة. قلت بقى خلاص هلعب بقى كرة مع اصحابي. بس ساعتها المركز شباب الجزيرة ده كان بيلعب بقى مع ضد الاهلي، ضد الزمالك، ضد المقاولين، المراكز، كان في الدوري بقى بيبقى موجودين ايه معاهم. قلت لازم اوريهم عبد الستار صبري من خلال الماتشات الاهلي الكبيرة بقى. ماشي. كنت بقطعهم كلهم. بس انا قلت بقى ايه، نادي المقاولين كان هو ايه، ونادي الزمالك، ورجعوا تاني الاهلي طبعا. بس انا قلت اروح نادي المقاولين، كان ساعتها احسن قطاع في الناشئين في مصر كلها. صح جدا. ورحت نادي المقاولين. حلو، اختبرت، نجحت، دخلت المقاولين. لا خلاص بقى، رحت من عديت. عديت بقى ولعبت بقى من ناشئين. طلعت بقى فريق اول امتى وانت عندك كام سنه؟ بس قبل ما في الناشئين انا كان في منتخبات بتعدي عليا طبعا، منتخبات الشباب ومنتخب الاولمبي والمنتخب الاول. انا كنت ايه في بقى، خلاص لما رحت نادي المقاولين قلت بقى لازم خلاص الهدف بقى دلوقتي، الحمد لله بلعب في نادي مميز قوي بقى. ايه الحاجه الثانيه، انا عايز العب في منتخب. كان في فاضل في منتخب شباب، كان ساعتها ماسك المنتخب كابتن هاني مصطفى. اوكي. الله يرحمه. ساعتها بقى راح، كان معايا جيل بقى عالمي، حازم امام وهشام حنفي وعلي ماهر وكوندي والسمر، يعني لعبه كبيره جدا طبعا. وسمنا كنت انا بقى ايه من المجموعه دي، كانت هي موجوده معايا في المنتخب. ماشي. بس انا كنت بقى ايه، كنت مميز قوي، كنت معاهم ساعتها. رحت بقى منتخب الشباب، رحنا كنا في دوره مرشوش، اخذنا المركز الثالث. بعد كده رحنا
على ايه؟ رحت مطالع من بدايه هنا بخلص. الناس عرفت، فالناس عرفت، فتصيدت في النادي، فطلعت فريق. انت عارف لعيب المنتخب بيبقى طبعا بيبقى دايما ليه اولويه شويه. اه بالظبط كده. فطلعت فريق اول مع مين بقى الاول؟ كان طلعت الفريق الاول كان مين مدير فني؟ كان ساعتها كان المدير الفني كان بدراسيو. ماشي. بدراسيو كان في مشكله ايه ساعتها؟ انا كنت رحت بقى المنتخب الاولمبي، كنت بلعب اساسي المنتخب الاولمبي. بدراسيو ده برازيلي. اه كان ساعتها انا ايه بقى في المنتخب الاولمبي بلعب الماتشات كلها واساسي. بيجي وقت الماتش بتاع الدوري الممتاز، الفريق الاول بيبقى ليه اللعيبه بتاعه المنتخب الاولمبي كلهم بيروح على ايه؟ أوكي. على فرقتهم عشان يلعبوا الماتش مع الفرقه بتاعتهم. ماشي. الا انا الوحيد اللي انا قاعد في المعسكر انا، وكان ساعتها ماسك المدير الفني مستر كورولا. كورولا قاعد بقى انا وهو ايه في المعسكر في الايه في الفندق انا وهو كده، ونقعد نلعب بقى ايه اي شطرنج، نقعد كده هم اللعيبه ايه بتخلص الماتش. ماشي. وترجع على قال لي انت وبلعب اساسي دي. اساسي منتخب اولمبي وبدرسه، ده مدرب برازيلي يعني قلت برازيل دايما كنت بس. راح ساعتها بقى كورول قال لي لا لازم تروح في الفتره بقى. راح كورول راح مسك المنتخبين، المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي. راح لهم على النادي المقاولين. راح اتفرج خلاص هو مسك المنتخب الاول، قال لهم انا الماتش الجاي عايز اشوف صبري. عايز اتفرج عليه. اوكي. رحت طلبوني رحت لعبه مع ايه؟ مع فريق الاول. مع فريق الاول كان ساعتها بقى مشي بدريسو جه يوسف عبد الغني. ماشي. رحت لعب الماتش ده. فلاعبك بقى عشان كرول يتفرج عليه. عشان يتفرج. كان ساعتها اول ماتش العبه مع الفريق الاول. عندك كام سنه بقى؟ كان ساعتها عندي 19 سنه. حلو ماشي. قدام مين فاكر طبعا؟ قدام الاولمبي. ماشي. كان اسلام الشاطر بيلعب عليا. قال لي يا ابني انت ورايا ورايا. نزلت بقى عملت ماتش حلو. ماتش ايه؟ عالمي. كان اول ماتش انت عارف الايه؟ بدايه النوامه بالنسبه لي. حوافز كتيره والراجل بيتفرج عليا. بيتفرج وقال لهم انا جاي. ساعتها الماتش ده عملت يعني كسرت الدنيا. راح كرولي نزل لي في اوضه اللبس. ماشي. خدني بالحضن طبعا وصبري وبتاع الحاجات. قال انا مستنيك عشان ايه على المعسكر على المنتخب. ماشي. كلها من هنا ابتدت بقى ساعتها بقى ايه خلاص بقيت بلعب الماتشات بالنادي المقاولين بيلعبوا في افريقيا كاس افريقيا. كاس بقيت بلعب خلاص اتقيت معاهم في الكاس اللي كاس افريقيا خدنا لعبت معاهم ماتشات مع كاس مصر كويس وبقيت اساسي خلاص. في الفرقه والفرقه كان فيها برضو اسامي كويسه اسامي جامده جدا. ابتدينا بقى نتعرف اكتر دخلنا منتخب الاول ابتدينا نتصيد وابتدت الناس تاخد بالها ان في لعيب في المقاولين طالع صح صاروخ وسمعنا ان في بقى وقتها مفاوضات مع ابتدت الناس تاخد بالها منه بالظبط كده. مين بقى اول حد خد باله منك؟ ساعتها النادي الاهلي اول حد. الاهلي. ماشي. ساعتها في الفتره دي كان انا في مع اللي رحت مع المنتخب الاول مع كان كرول هو ساعتها مسك المنتخب كانت اول بطوله كانت جنوب افريقيا. حلو. 96 انا ما كنتش مصدق ان هو ايه خدني يعني قال لهم دلوقتي عشان كان في مجدي طلبه اتصاب قبل البطوله. قال لهم انا ادور على حد وانا بلعب اساس معاه في المنتخب الاولمبي هو ماسك المنتخبين بس. قال لهم انا صبري ايه اخته معايا طبعا الناس مش عارفه يعني ايوه مش متوقع ان الراجل ده اللي يعوض ده بس. المهم رحنا بقى ايه رحت البطوله هناك ساعتها انا ايه في البطوله مش بقى خلاص بقى قلت بقى لو لعبت خمس ازاي في البطوله تتحسب بقى كويس. رحت ابتديت في الاول مباراه هو يتكلم ايه قاعد بقى يتكلم معايا اللي انت تبدا الماتش. هو كان مقتنع بجيلكم يعني انت وحازم وعلي ماهر وده مقتنع بيكوا جدا. كان ساعتها اول ماتش انجولا انا مش هنسى انجولا كريم. طبعا انا قلت بقى في محترفين منتخب بقى ومنتخب اول محترفين وحاجه جامده جدا مش هعرف ارقصهم. رحت لابس الجزمه 6 سترز. ساعات وقت اللبس وقعد قدامي كده ومش مصدق رحت لابس الجزمه 6 سترز. ماشي. بيبص لي كده يعني رحت ايه عشان قلت بقى ايه عشان لازم ابقى ايه زيهم جامد كده وده ايه قوه بقى. ماشي. رحت ايه نزلت معاهم في الممر بتاع اللعيبه ده وبقى بعمل زيهم بقى خبط بقى ايه تك 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 عشان احسسهم ان انت جامد. رحت داخل ايه نزلت ارض الملعب ناس واقف الطابور بقى واتحاد العالم باول مره احس بايه بالرهبه بس. انت جواك مخضوض مخضوض بس جدا. ايه بس اتحاد العالم بس عايز تبين ان انت عادي جدا ولا في اي حاجه. ماشي. بس ابتدى الماتش ساعتها احنا ايه عملت الكوره تجيلي بلعب ايه لمسه واحده خايف قلقان بقى انا قلت بقى مش عارف الف طبعا هم محترفين بقى. ايوه اللعيبه جامده بيلعبوا في احسن انديه. لعبت الشوط الاولاني بلعب عادي ليه تحسيت الامور الدنيا عادي وبترقصوا عادي وبتاع راحت نزلت بين الشوطين راح كرول قال لي صبري
في مال ما ترقص وتعيش ده قلعت الجزمه رحت لبس الجزمه تحت الثانيه اللي انت بقى بتعرف ترقص بيها ماشي رحت بقى انت عارفني بقى رحت بقى تاني عملت اللي انت عايزه ماشي من هنا كمان انت بقيت في البطوله دي جيلكو وانت بالذات بقيت تتعرف جدا يعني بقت في عروض وكشافين جم يتفرجوا عليك وابتدينا نسمع عن عروض مش بس جوه مصر بره لكن مصر. كمان بره مصر ابتدت اول حاجه بقى تيرول اول ناس اتكلموا معاك صح؟ لا لما انا في البطوله هناك ابتدى ايه يكلمني باريس سان جيرمان وليون وفي بتاع وفي فرقه مايوركا ده وانت في 96 هناك 96 باريس سان جيرمان وليون وليون ومايوركا ماشي اللي هو بقى ايه يعني اللي فتحت جامد وانت بقيت وساعتها انا ما كنت لسه في نادي المقاولين رحت نادي المقاولين بقى خلاص بعد البطوله خلصت رحت ايه جاي على مصر ماشي عايز احترف بقى ساعتها النادي الاهلي كلمك تاني كلمني ماشي قلت له ما انا مش هينفع ايه مين اللي كلمك؟ مسعد لبكاي؟ مسعد لبكاي وقعدت مع ايه الكابتن صالح سليم ماشي. رحت النادي الاهلي قعدت مع الكابتن صالح سليم قال لي انت خضيتها وطرطا طبعا مايسترو بقى حاجه بالنسبه لي مش وليه هيبته برضه انا مش مصدق قاعد جنبه بيتكلم معاه قلت بس قال لك احنا عايزينك معانا وبتاع احنا عايزينك انت بقى تلعب في النادي الاهلي ماشي. انت حاجه وستايل النادي الاهلي وانت اسلوب النادي الاهلي ماشي. واحنا وانا حبك قال لي انت لعيب كبير وبتاع قلت له انت يا كابتن كفايه انا انت راح باشمهندس عادل قال يا كابتن دلوقتي هو ما ينفعش يلعب في مصر ماشي. لازم يلعب يطلع على بره وبعد كده يرجع على الاهلي يرجع النادي الاهلي عشان لازم لما انا هاوي رحت بعديها بيومين كده رحت راجع رحت له تاني رحت له تاني راح بعد للنادي بتاع النمسا ترول النمساوي موثقه عشان لعب في النمسا عشان لعب هناك لعب صح هناك مسمينه مايسترو هو اصحابه جدا وكان ماسكين نادي ترول هم ماشي راح ليد الناس راح عارضين لك عارضين عليه كانوا موجودين اوكي كانوا موجودين في الاعاده اصلا اوكي يعني قال لي يومين ثلاثه فاكر العرض كان بكام طيب؟ كان ساعتها ب 280 الف دولار حلو ماشي السنه ده كان سنه 96 ماشي فطلعت على النمسا على النمسا قعدت قد ايه بقى في النمسا؟ قعدت سنتين ونص وكسرت الدنيا في السنتين ونص دول ساعتها الفرقه كانت بتمشي وحش قوي عماله تتغلب وانا عمالها في التمرين ماسكهم ايه عجنهم في الترقيصه تعق 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 والجماهير طب الراجل ده ما بيلعبش ليه؟ ازاي ما بيلعبش؟ الجماهير كتير قوي انا موجود بس في طبعا رئيس النادي والمدير الفني عارف كل حاجه وانا ماسك في التمرين ماسكهم يتبهدلهم حاجه والفرقه عماله تخسر قال لك لا طب احنا لازم ده لازم يلعب جميل بقى عامل ده ثوره بقى لازم يلعب لازم يلعب لازم نشوف ماشي هجي بقى لرئيس النادي قال لي انت هتبقى تلعب الماتشات اللي جايه انت بتبتدي ايه تلعب قبل ايه الماتشات اللي جايه وانا قاعد بقى كريم بس اول بقى قعدت احتياطي قوي طبعا ايه عشان الفرقه بقى 0-0 كان في ملعبنا رحت نازل بقى الشوط الثاني بقى انت عارف بقى ايه عارف عملت كل حاجه كسبنا لقيت الناس الجماهير شالوني وعملت مهرجان دوشه جدا لقيت بقى ساعتها رئيس النادي والوكيل ابتدوا يقعدوا معايا تاني احنا عايزينك مش عايزينك تمشي بعد 6 شهور عايزينك تعمل نعمل معاك عقد قلت له لا الكلام مش معايا مش معانا مع كابتن صالح مع كابتن صالح اوكي راحوا مكلمين قالوا لا انت كلم كابتن صالح انت حابب قلت له انا حابب الموضوع رحت مكلم كابتن صالح صراحه ماشي قال لي انت عايز تقعد قلت له يا كابتن نفسي اجرب يعني قال لي خلاص بعد الماتش ما تخلصوا الماتش جابهم ودعوا لي النادي حجزنا التذاكر ورحنا ايه رجعنا رئيس النادي خلصتوا الماتش ورجعتوا على مصر رجعنا على مصر قعدتوا مع كابتن صالح قعدت مع كابتن صالح طبعا الاتفاق الاتفاق الاولاني رجع لايه النادي الاهلي ماشي بعد كابتن صالح هو اللي بيتفاوض بقى معايا هو الايه بالنسبه هو الايه زي الوكيل بتاعي مع ايه مع ماشي. النادي ماشي ماشي هنكمل بقى من النمسا واللي حصل بعد كده انه حصل حاجات كتيره جدا لكن تعالى نطلع الفاصل السريع ونرجع نكمل رحله كابتن عبد الستار صبري خليك معانا
اساطير الكوره المصريه رحلته بتفاصيلها وكواليسها كابتن عبد الستار صبري ضيفنا النهارده. وصلنا للنمسا، لكن قبل ما نكمل اللي حصل بعدها تعالى اخد رايك كده في صوره وتحكي لي كده كواليسها وحكاياتها. ايه الصوره دي؟ كان ماتش احنا ايه في احنا انا والزمالك، كان المقاولين والزمالك. والزمالك وانت كانت علاقتك بحازم قويه من المنتخب، منتخب الشباب. احنا الشباب كنا اولمبي اول، فانتوا اصحاب جدا جدا ومدرسه جنب بعض كمان، يعني كل حاجه يعني احنا مع بعض حتى في اوضه واحده في منتخب الشباب. وعلاقتكم قويه جدا يعني على طول ايه، وبتحبوا تلعبوا جنب بعض في الماتش ده. ساعات الحريفه بينافسينه من بعض، بس انتوا كنتوا بتحبوا تلعبوا جنب بعض. لا لا بحب بعض قوي. ماشي. حتى يعني الكابتن حامد الله يرحمه والدكتور مجدي يعني كان انا على طول انا ايه بعد اعتبروني انا ايه اخو حازم يعني. كنا على طول انا اقعد مع حازم في الماتش ده. ساعتها حازم بيلعب ضدي وبيلعب هاف رايت وانا بلعب ايه هاف ليفت. ماشي. فانتوا في وش بعض طول الماتش، بنتكلم قبل الماتش قبل ما يبدا المباراه ده انت هتعمل ايه؟ النظام ايه؟ هتلعب فين؟ فقال لك انا هنا وانت هنا. طب ايه النظام؟ الكوره معايا ايه؟ الكوره معاك هيحصل فيها ايه؟ وانت الكوره هتعمل ايه فيها؟ فكنتوا بتفهموا هتعملوا ايه في بعض يعني؟ بعض عشان ماشي. مش عايزين نرقص بعض اصلا. اصلا ماشي. ما ينفعش. ساعتها في الماتش ده طلعنا كان ماتش السوبر. هم كسبوا ضربات الجزاء. ماشي. ساعتها بقى يعني حازم بقى احنا قبل المباراه ده اتفقتوا ان محدش يرقص بعض. محدش يرقص بعض. ومن المشاهد كمان المهمه جدا اللي حصلت وانت في المقاولين، هدفك في الاهلي لما كسبتوا الاهلي 2-0 جبت جول خلى الناس تعرفك اكتر. دي حقيقه فعلا مع في كابتن شوبير. كابتن شوبير وكان وانت كنت ابتديت المحاوله، يعني المحاوله ابتدت من عندك. يعني انا في نص الملعب اخدت الكوره، انت عرفنا على طول كريم ان انا ايه برقص يعني بروح مدي واحده وادق كده ومدي واحده رحت شايطها. فالكابتن شوبير صدها. صدها راح يتردد بره، وانا كنت ايه ما انا الكوره رحت اتحركت مع الكوره رجعت تاني. ماشي. على ايه على الخط على 18 كده راح عاطف عبد الهادي راح لعبها لي بينهم تاني. رحت لافف رحت ايه مديها واحده بس. راح الكابتن شوبير بقى من كتر النرفزه قطع الشبكه. طيب احنا في النمسا وخلاص خدت بقى عقدك او سنتين وعارف انك مستقر هنا وابتديت انت مروق فبتلعب بقى كورتك الحلوه. خلاص كده من اول سنه ابتديت اسمع عروض. على طول. احكي لي مين تاني بقى ساعتها في في الترول بتلعب برضه في كاس الاتحاد الاوروبي. طبعا. يعني كان ساعتها مميزين كان انس بروك كان مميزين. ماشي. من الفرق المميزه رابيد فيينا وشتورم جراتس وترول واي وايك في فرقه كده في شتورم جراتس و الكبار بتوع النمسا كلهم بيلعبوا تقريبا في اللي هو اليوروبا ليج وقتها على طول. ترول بيلعب على طول في ايه كاس الاتحاد الاوروبي فبتدي كمان تتشاف من اوروبا. حلو. رحنا لعبنا فرقه في المانيا كان ساده ليفركوزن. ابتدى ايه رحت بارتو مسكهم هناك ابتدى ايه نفس العمليه جالي عرض بعد جالك منهم جال من باير ليفركوزن. ماشي. فده كده الرابع يعني جالك في الاول بي اس جي وليون ومايوركا وبعد كده جالك باير ليفركوزن في المانيا. حلو. بس ساعتها بقى في النمسا بقى ساعتها وكيل النادي ورئيس النادي كان بيتكلموا معايا ان انت معانا لحد ما نشوف هنعمل ايه بعدين. ماشي. ساعتها في الفتره دي انا شغال بشكل كويس. جينا في اخر السنه الثانيه اخر 10 شهور 10 ماتشات في فرقه كده من في سويسرا في اراو في نادي اراو سويسرا. راح يجي رئيس النادي والمدير الفني للوكيل النادي بتاع الترول عايزينك عايزين صبري ال 10 ماتشات دي. كان في هناك في كل دوري ليه نظام وسويسرا احنا عايزين صبري ويعني وعرض كويس حلو وفعلا بنظام يعني زي ما تكون اعاره يعني. بس رحت قلت لهم ماشي انا هروح لسويسرا. ماشي. برضه انا حته برضه ان انا هتشاف اكتر وبتاع الحاجات دي كلها. رحت هناك ورحت لعبت ال 10 ماتشات. لعبت ال 10 ماتشات. كان ساده الفرقه جه ما هم جابونا عشان الفرقه بتنزل. ماشي. رحت ساعدتهم. رحت هناك خليت الفرقه طلعت 100 100. جيت على اخر ماتش اتاري ان رئيس النادي بتاع ترول جايب المدير الفني بتاع باوك اتفرج عليا. ماشي.
عشان ايه ده اخر ماتش احنا عايشين عشان هم عايزين يودوني تيرول عايزين ايه يودونه باوك. يعني باوك اتكلم مع تيرول عليه فالمدير الفني جاي يتفرج على صبري بقى على الطبيعه على في مع راو وانت في سويسرا وانا في سويسرا حلو فجيت اتفرج عليه عليه عجبته خلاص احنا عايزين الراجل ده عايزين بقى اتفقنا وكل حاجه وانت كنت مقتنع بخطوه اليونان اليونان خلاص باوك برضو اسم كبير يعني انا عايز اتنقل ايه مدارس بقى عايز بقى عايز ايه فانت كده النمسا وبعدها سويسرا وقررت انك تروح اليونان وباوك اسم محترم هناك كبير وكانت ساعتها كان انا اسمع كمان ايه كان كابتن مجدي طلبه طبعا هناك طبعا كابتن حسام ابراهيم طبعا كان موجودين وليهم اسماء فليهم سمعتهم يعني سمعه جامده جدا بيلعبوا يعني ايه في نادي كبير وباوك ده من الفرق المميزه كبيره جدا هناك يعني شعبيه كبيره جدا يعني كمان حلو ورحت بقى على باوك وكمان كملت الحرفنه والترقيص هناك ده الحاجات رحت باوك هناك يعني دخلت الدخله بقى وايه طبعا كان في ماتش كده ما بيعملوا طبعا اي نادي بيجيب الصفقات الجديده بيعملوا ماتش ودي يعني الماتشات عشان يوروا عشان يشوفوا يوروا الناس اللي الجماهير بقى ايه احنا جايبين صفقات بقى كان ساعتها كان انا رحت المباراه الوديه اللي عملوها مع منتخب المكسيك حلو بس ساعتها بقى ايه رحت اريهان قال لي في الماتش انت بتلعب ماتش ودي كان معايا حوالي خمس صفقات كده مميزين جدا واحد بيلعب في كولومبيا واحد بيلعب في شيلي ماشي. واحد يعني في لعبة مميزة جدا واسامي واحد بقى قاعد بقى في طبعا قاعد في المدرجات كان ساعتها الفرق ايه بتلعب ماتش في الكاس هل انت مش هتلعب الكاس انت عشان هتلعب الماتش الودي عشان الناس تشوف الايه حلو رحت جينا على الماتش الودي مع منتخب المكسيك نزلت ولعبت ورقصت كانت اول بص انت عارف يا كريم الجماهير طبعا استاد متقفل انا بقى اول يعني الان برضو شويه طبعا طبعا حقيقي عايز يعني الناس تحس بيه بصبري طب راح اول خمس دقايق بلعب الكوره لمسه واحده بعدين جه فاول بره 18 انا بحب البلعب الفاولات قوي يعني مميز فيها قوي هجي فاول بره 18 ايه واحد ماسك الكوره انا الساده اللعيبه بتاعت اليونان بتاع باوك مش عارف اساميهم لسه بقى ولا هم عارفينك ولا انت عارفهم مش عارف اسيبهم خالص كلهم جداد على بعض خالص. ماشي لقيت الجماهير كلها بقى بتنادي بصوت واحد كوستا 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 مين كوستا انا مش فاهم انا حاجه ده تشجيع بيشجعوا حياه حد ده لحد هتلاقي في لعيب معايا اسم كوستا ده اللي بتاع الفاولات ده احسن بصراحه لا بص زي بيك احسن من بيكم حلو بيحمل فاولات عالميه ماشي لقيت كوستا 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 يعني معناها جماهير بقى ايه احنا عايزين كوستا ولا يشوط انت عنت بقى ولعبت لا انا قلت بقى لا انا ماسك الكوره وهلعبها العب ما انا مش فاهم بقى انا هو ده بيلعب لا كوستا ده بحسب ان هو بيشجعه يعني اللعيب اي حاجه بيشجعه اي حد بيشجعه اللعيبه بتاع كوستا رحت مسيت راح الجماهير راح هو مشي هو كان واقف جنبي راح بعت راح ماسك الكوره حاطط الكوره كان ولا اتكلم معاك ولا عمل حاجه مؤدب والله محترم بايس الكوره وحطيتها وتيك لعبتها حطيتها بقى كريم واتحطت حلو بس ماشي اتفرج بقى على الجماهير بقى بتقوم وتقعد ماشي بقى ازاي مسكت المكسيك بس كل اللي انت عايزه عشان ايه لازم الناس تعرف مين اللي جاي ده صبري والله العظيم يا كريم بقى اللي ابتدى الموضوع بقى ايه صبري ده بقى من الماتش ده ابتدت الدنيا تختلف قعدت قد ايه بقى عن فوق قعدت سنه ونص حلو كانوا سنه ونص حلوين احلى وبرده كان فيهم عروض ما جيب الفيكا بقى وجيب جيب الفيكا بس انا متهيألي ان جه حاجات لا. تانية كتير جيب الفيكا وجيب مارسيليا يعني من الفرق مارسيليا في فرنسا وديبورتيفو كورونيا وديبورتيفو في اسبانيا في اسبانيا وبنفيكا بنفيكا ايه اللي ميلك اكتر للبرتغال؟ ساعتها يوب هانكس ونونو جوميز وجو بينتو ماشي بالذات نونو جوميز وجو بينتو يعني احنا في الماتش بتاع احنا بنلعب بقى في الماتش بتاع كاس الاتحاد مع بعض بقى ضد بعض باوك ضد بنفيكا ماشي كان اول ماتش عندنا في باوك حلو في اليونان حلو بس الجماهير طبعا ايه مستنيه الماتش ده بنفيكا بقى اسم كبير وبتاع طبعا في لعيبه كبيره قوي نونو جوميز وجو بينتو وبوبروسكي مانيش وكالادو وفرانتو ميرا وداكو فرقه تقيله وانك جون يعني فرقه جامده جدا بس في الماتش ده طبعا الجماهير بقى وانا بلعب ضد بوبروسكي بلعب ضدي التشيكي طبعا التشيكي ده من الفرق يعني اللعيبه دي يعني بس ما ايه ما في ايه يعني انت عارفنا كيمو يعني ايه ولا الهوا والعاصمه ما شافش فرحت عامل الحاجات بتاعتك خدت احسن لاعب في المباراه طبعا في الماتش ده قرروا غلبنا 2-1 خدت احسن لاعب في المباراه وقرروا ان هم يشتروك بعد الماتش ده لا حصل ايه بقى بيبقى في ثلاث لعيبه بيعملوا تشيك انا طلعت من الثلاث اللعيبه اللي بيعملوا تشيك اللي هم تشيك ايه منشطات يعني منشطات رحت انا ايه طالع
انا واثنين لعيبه معايا زمايلي. كان الناحيه الثانيه نونو جوميز وجابينتو ومانيش، ثلاثه قعدوا معايا انا مش عارفهم بقى، قعدوا معايا قالوا لي انا دلوقتي احنا بعدنا المدير الفني عارف ان انت معانا يوب هانكس، احنا بنتكلم معاك عايزينك تبقى تلعب معانا. يا هم اللي قالوا لك؟ هم اللي قالوا لي. كان الاداري في اداري بيبقى واقف مع الثلاثه، احنا عايزينك معانا، عايزينك معانا، ايه طلباتك؟ فتشجعت، حسيت ان انت اصلا عايز. انا حبيت اصلا ايه، وحبيتهم اصلا، واللعيبه جامده اكيد طبعا، فرقه جامده جدا ودايما بتصدر ناس لحتت اكبر كمان. انا مفيش مشكله، انا معاك. انا حابب بتاع يعني ايه، لو قدمنا عرض فبنفيكا قدم عرض، قدم عرض ماشي، رحت رايح بقى بنفيكا، رحت على البرتغال بقى تجربه جديده بنادي كبير جدا بلعيبه جامده جدا بمهمه اصعب بالنسبه لك كمان. كانت اول ماتش مع بورتو، مع بورتو في ملعب اللي هو القمه، يعني القمه حلو، اللي انا حطيت فيه جون، في جون كده حطيته اللوب ده، اللي شوت ده. ماشي ماشي ماشي، ده كان اول ماتش. اول ماتش ده انت سلام عليكم، انا جامد. بص يعني انت ما حدش لسه هيتعرف عليك. انا كنت في رمضان، هم عارفين بقى العادات والتقاليد بقى بتاع 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 صيام وبتاع. ماشي، بس يوب هانكس قال لي عشان انت تلعب الماتش، هتلعب حلو. ساعتها احنا لما ايه رحت بقى المعسكر معاهم، قلت لهم انا ايه صايم ولازم في سحور والجو بقى، قعدت في اوضه لوحدي طلبت سحور. هم طبعا قالوا لي خلاص انت هتقعد لوحدك، كل واحد بقى طبعا ان في لاعبين، كل اللاعبين مع بعض. جينا على وقت المباراه، في الوقت المباراه وقت الفطار، حلو، ده موقف يعني ايه برده غريب جدا، صعب جدا. تسوق واول ماتش، فانت لازم تبقى كويس. ورحنا اوضه اللبس، طبعا اللعيبه كلها طلعت تسخن، اللي انا قاعد تحت معايا ايه بتاع مدرب الاحمال وبتاع التغذيه وايه مساعد المدرب قاعد معايا، عملوا لي وجبه كده وجايبين لك عصير وجايبين لك سخن. ماشي، سخن وعمال شغالين وانا قاعد، والجميع عمال بقى ايه فين صبري فين صبري، عايزين نشوف عشان هو ايه اول ماتش كمان، وانا قاعد بقى إيه شغال بقى اكل وخلاص. نزلت بقى رحت نازل بقى خلاص، اللعبه نزلت، رحت نازل طالع معاهم. قبل ما اطلع ما سخنتش، لقيتوا عاملين لي في عجله، قبل ما اطلع في طرقه كده في عجله مستنياني ان انا ركبت العجله، واللعيبه واقفه وانا ايه انت مع نفسك شغال العجله. رحت خلصت التسخين خلاص ومشينا، طلعنا الممر وطلعنا فوق، اللعيبه بتقف ايه على خط واحد كده، اللعيبه واقفه الا انا فاهم ازاي، انا معايا مدرب الاحمال بعمل السلتشات ومش اي حاجه. فانت قصه مختلفه عشان الصيام، لكن هم مهتمين بيه، هم مهتمين بس عايزين عشان يجهزوه، وعايزين يبقى الشكل يبقى برضه المدرب يبقى هيكس يبقى شكله ايه شكله كويس، يعني جايب صفقه ومميزه. والماتش ده نزلت عملت ماتش حلو وجبت جول، جبت جول بس شكرا خلاص كده شهدت الميلاد بسرعه. بس خليني طبعا يعني اقطع الحته دي واوري لك صوره اكيد ليها معزه خاصه عندك. يا فيتر شمايكل ده تحدي. كان في تحدي بيننا انا وهو في الماتش ده، هو كان بيلعب في سبورتنج لشبونه وانت بتلعب في بنفيكا، وده برضو واحد من القمم هناك. فيتر شمايكل ده طبعا احسن جول في العالم طبعا. ساعتها في الماتش ده كان احنا بنهرج، يعني كان قبل المباراه كنت احنا قاعدين في مدينه كده اسمها كشكاش بعيد عن لشبونه. احنا طبعا كنت ساعتها رايح قبل ماتش الديربي بيقول عليه بنفيكا وسبورتنج، راح طبعا اتعشى، لقيت بقى ايه لقيته قاعد في المطعم. طبعا ايه زي ما قلت لك اللي ايه المطعم اتقسم نصين، ماشي، نص بنفيكا ونص سبورتنج اخضر واحمر. حلو. بس بعد ما خلصت بقى الاكل بقى رحت سلمت على بعض، قلت له بس هو قاعد بيقول لي بقى احنا هنكسبكم، هنكسب وهناخد الدوري ومعلش بقى ايه الموسم ده يعني. قلت له لا احنا هنكسب وانا اللي اجيب الجون، هنكسب 1-0 وش. ها ماشي طبعا. هو ايه طبعا بص اللي خدها على اعصابه. قال لي خلاص لو كسبت انا لو جبت فيها جون، لو جبت فيها جون ادي لك الجوان بتاعي. ماشي. انا طبعا في ايه مركز بقى، وساعتها قبل الماتش بثلاث ايام في التمرينات بقى ايه اتعورت وانكر رجليا وانا عايز العب الماتش. بس انت رجلك وارمه الفتره دي. كانت وارمه كانت رجلي اخر قبل يعني في دراي ماتش. ماشي. كان احنا يعني ده الكلام ده خالص قبل الماتش، قبل الماتش بالرسم خلاص بقى. وانا كلمته اصلا ده الكلام ده احنا اتكلمنا قبلها باربع ايام يعني خلاص ايه قبل ما رحت داخل في التدريبات ده وشغال بقى عشان الماتش، رحت اتعورت. حلو. يوب هانكس بقى ايه طبعا قال لي انت هتلعب الماتش قاعد بقى كده رحت قعدت ايه قعدت احتياطي.
قال لي لا خليك طابه لازم تبقى ايه قاعد معايا. راح لعب معايا جوا بنته. ماشي. الشوط الاولاني خلص قال لي لا كل شويه بص لي عشان لازم عايز انزل. بس رحت قمت سخنت رحت ايه انا الدكتور بقى عمال بقى يعمل لص بص حاجات كده كتير قوي. رحت نازل الماتش اتغيرت مع جوا بنته في الماتش ده. ساعتها كان ساعتها في لعيب برازيلي جدا باك رايت بيلعب ناحيه اليمين زيربيرتو حاجه زيربيرتو بيلعب في منتخب البرازيل حاجه جامده جدا. قال لي ده على طول هو كان اللعب كله من ناحيته. قال لي انا عايز يقف يعني بس هو بيلعب هاف رايت يعني باك رايت كده. رحت انا نزل له هو عارفني بقى شاف او ما شافني او ايه لقيته اصلا وقف. انا قلت كويس انا مش قادر اصلا باك رايت باك رايت باك رايت غير زيربيرتو ده بتاع ليفركوزن راح الباير لا ما واحد تاني زيربيرتو بس برضه كان ايه موجود في المنتخب البرازيلي. اوكي فنزلت انت وقفت الراجل ده بس ايه كنت بلعب ايه ولا صفر اه صفر صفر لحد جت في اخر خمس دقايق حلو جه فاول بره 18 مين اللي هيشوط صابر ما انا بشوط الفاولات. ماشي رحت ماسك الكوره كالعاده بايس الكوره قلت يا رب ان شاء الله الصوره اللي معاك دي بقى قبل الفاول قبل الفاول قبل الفاول, قبل الفاول. ماشي بزعق وانا بقى فاهم ازاي ونازل فراح حاطط الكوره حاطط الكوره هو بقى بيضحك كان سعيده وبص يعني في الصوره دي يعني وصل يعني بيتضايق كاسس كاسس كان لو سيف سيف هياخد الدوري خلاص كمان. رحت بقى ياخد الكوره وهو بقى في الحيطه انا ايه عمال بقى ايه واقف الحيطه واقف وعمال يزعق وانا مركز معاه هو اصلا يعني هجمه هجمه أيه يعني, أيه. يعني طول العارضه كده وانا مش شايف يعني فارد ايديه كده ومش شايف وعم بقى يشاور بتاع وانا ايه مركز احطها في الحته دي ورحت حاططها بقى طنك راحت جاي حطيتها ايه جنب العارضه بس مش كانت صعبه صعبه رحت صعب جاري بقى وبتاع كل لعيبه كل ناطط فوقيا بقى وساعتها كسبنا المباراه 1-0 انا مش مصدق حتى قلت للجماهير عملت كده كلها كان سعيد عمال بقى ايه بيتشجع بتخبط وبيزعق كده ماشي بعد خلاص كسبنا المباراه وخدت الجوان خدت منه خدت الجوان رحت نزل الطرقه ليه هو اللي انتوا مستنيني على طول انا نزلت نزلت على طول الممر بتاع اوت اللبس رحت نازل لقيته واقف مستنيني صبري مبراسه مبروك بصورت بقى حاجات ولا حاجات خد الجوانت بتاعي والجوانت بتاعه بس ورحت ايه فرحان جدا خلاص بقى بالنسبه للجمهور انت سجلت في لشبونه وسجلت في بورتو والدنيا جميله يعني دي حاجه كان ساعتها كانت مميزه جدا يعني ثبت رجلك خلاص بقى ما بيترش مايكل. تعالى نقف هنا ونطلع لفاصل سريع ونرجع بقى نكمل ما بعد مرحله بنفيكا كمان اللي حصل مع النجم عبد الستار. المهارة اللي كان بيتمتع بيها خلته مطلب جماهيري في كل الأندية اللي لعب ليها لدرجة أنه لما اختلف مع البرتغالي مورينيو اللي كان بيدرب بنفيكا وقتها وقرر يسيب النادي ويمشي ويروح الدوري الإنجليزي الجماهير طلبت بعودته وأنصفته إدارة النادي ومشي السبيشال وان وفضل الجوهرة السمراء مع واحد من البيك ثري في البرتغال. الرحلة مع عبد الستار صبري واحد من نجوم الكرة المصرية كسرنا الدنيا بقى في بنفيكا وابتدى يبقى فيه كلام أكتر على عروض أكبر من أوروبا لكن علاقتك بقى بمورينيو ابتدت ماشي بقى هاينكس وجي مورينيو جي مورينيو. تعالى الأول نقف هنا واحكي لي كده ده غالبا كان أول لقاء ما بينكو ده أول لقاء كان عامل ازاي؟ كانت اول تجربه ليه ان هو يمسك مدير فني ماشي. كان دي حاجه بالنسبه له حاجه كبيره بالنسبه له هو ما عندوش خبرات ساعتها كان يبقى ايه مدير فني بيتعامل ازاي مع اللعيبه عشان كده هو ايه برضو يعني كان عنده مشاكل في الاول من ناحيه اللعيبه الكبيره اللعيبه الكبار اول ما مسك بنفيكا كانت بنفيكا اسم كبير ساعتها كان عمل مؤتمر صحفي في البدايه هو حس ان هو عايز يعمل ايه يلم اللعبه بتاعت اللعيبه البرتغاليين طبعا فجي يتكلم مع الكبار كمان راح في المؤتمر قال لك انا ماسك فرقه كبيره فرقه بنفيكا فرقه من الفرق المميزه ليها اسم كبير في اوروبا بس لازم اللعيبه بتاعت البرتغاليين هم يكونوا مميزين في ليه في فرقه بنفيكا فانت فهمت فهمت ان هو ايه العلاقه مثلا اللعيبه الاجانب اللعيبه الاجانب مش هيبقوا موجودين بصفه ايه ماشي مستمره ماشي يعني اللعيب الافريقي او اللعيب الاجانب مش هيبقوا ايه هم اللي الاساس هو مركز على البرتغاليين عشان يلم ايه عايز يلم الفرقه عايز يبقى ما هو موجودين حواليه عشان يبقى ايه الدعم وعمل كده فعلا
ساعتها بعد المؤتمر تاني يوم ابتدى اول تمرين ليه. واقف معايا في الصوره دي. واقف معايا. كان اول تمرين ليه. اول تمرينه ليه. واقف معايا في الصوره دي. قال لك ايه؟ قال لي احنا هنغير طريقه اللعب. انت كنت بتلعب ان انت بتتحرك بشكل فري، تخش جوه بتطلع لبره حر في الملعب، بتنزل هنا بتنزل في اي حد. لا انت الطريقه دي اتغير، هتقف على الخط ناحيه الشمال، هتقف على اللاين، مش هتخش جوه خالص، هتقف على اللاين وببروسكي هو اللي هيبتدي ايه يتحرك. ماشي. يعني اغير الايه الاماكن. قلت له ازاي؟ الادوار يعني. قلت له ازاي؟ ما اقتنعتش. قلت له ازاي ببروسكي اصلا سريع بيحب ان هو يجري، انا بتكلم معاه كده هو بيجري ما بيخش جوه خالص، انا بتحرك وماشي انا بشكل، انا قلت له انا ماشي بشكل كويس في فرقه كده بشكل. قال لي لا نغير النظام ده كده. كان اول دقيقه في التمرينه ابتدى كده نفس النظام. اول تمرينه وقفت على الخط وطلب منك اللي طلب هو مني بيقوله ده. كل ما اخش لجوه هو واقف ورايا يقول لي كالما صبري، كالما كالما يعني اهدى اهدى اهدى. وانا والجماهير بقى طبعا اول تمرينه ليه المورينيو، الجماهير بقى في التمرينه يعني بيشوفوه. بس بعدين لقيت الكور مش بتجيلي بصفه كبيره جدا. رحت واقف في الملعب اول تمرينه، راح جالي اتكلم معايا قال لي ايه اتحرك على طول السرير على الخط. على الخط. قلت له مش عارف اتحرك. المهم خلص التمرين، بعد التمرين كلمت معاه تاني، رحت له المكتب قلت له، قال لي لا انا عايز العبك في الحته دي. جينا تاني تمرينه برضه نفس العمليه. قعدت ايه واقف على الخط وانت بتتضايق خلاص بقى، وانا حسيت اللعب ان انا ايه اتكتفت بقى. تالت تمرينه بقى هنا بقى حصل بقى ايه المشاجره بقى شويه، اتخانقت. يعني ايه سبت الملعب وكان في زيت ميه كده رحت شايط رحت رميها عليه. عليه؟ بجد؟ يعني رحت رميتها عليه بس ما جاتش فيه يعني. ماشي بعيد بس يعني بس هو شايفها هو شايفها هو شايفها هو بعيد كده رحت ايه اوكي. بس ساعتها كان في اللي هو طبعا خلاص قفل منك. انا لا انا زعلت عشان اصلا وانا في التمرينه دي رحت داخل لجوه عملت بقى لعبه، حسيت ان انا مش رحت مرقص تاك رحت داخل لجوه تاك لا ورحت هو ايه مسك الدفتر بتاع الدوسيه كده رمى على الارض وقعد ايه يبرطم بالبرتغالي بالكلام بقى الكلام بقى انا ايه بالبرتغالي الشتائم حاجات نص ايه نص الحاجات انت مش فاهمها. لا انا فاهمها فهمتها كلها. ما انا فاهمها بقى انا خلاص من اول حاجه لما انا بفهمها هناك الشتائم. اي حد بيتعلم لغه جديده مش بيتعلم الشتايم. بس رحت ايه فاهم انا بقى اتكلم كده رحت انا ايه رحت مزعق برضو وزعلت رحت بدي انا اتكلم بالكلام ايه العربي بقى مش فاهم حاجه بقى. انت رحت مديله بالعربي بس كلام بقى كده فاهم. اذا رحت ماسك الازازه رحت رامي الازازه رحت طالع من الملعب رحت طالع رئيس النادي قلت له اللي حصل ده انا متعش وانا متضايق انا عايز امشي ده المدرب ما بحبش الاجانب ما بحبش ده ما بحبش يعني زي ايه يعني انا مش عايز هو يبقى موجود في الفرقه وانا مش عايز ابقى موجود عايز امشي. راح بس طبعا راح جاب مورينيو راح جه على طول بعد انا خرجت راح على طول طلع ورايا قال لي لا انا مش قصدي يعني قاعد يتكلم بقى لا انا مش قصدي بتاع ساعتها انا كنت انا عامل انا كنت نجم الفرقه احسن لاعب في البرتغال كنت نجم الفرقه لا انا ماشي بشكل كويس بعدين هو هو ابتدى يعمل المشاكل بس ابتدى ايه رحت نازل التمرين اللي بعديها لعبت شويه فاهم ازاي بلعب لعب عادي. كان ساعتها اول ماتش كان ساعتها بقى هو ماسك فرقة بوافيستا الفرقه اللي عامل شطرنج دي كان قصاد باتشيكو. ماشي كان باتشيكو كان ضدي اوكي كان هو اللي بيدرب كان هو المدرب مدير الفني باتشيكو مورينيو ماشي كان هو المدرب باتشيكو ساعتها مورينيو في اول ماتش ليه نلعب في بوافيستا قال لي صبري انا ابتدي الشوط الاولاني انت على الخط ما هو برضه ابتدى ايه يرجع تاني هتبتدي انت على الخط وبوبروسكي هو ايه اللي هيتحرك. قلت له ماشي ما هو انا بلعب ناحيته ناحيه الايه ناحيه ورايا كل ما اخش لجوه هو يقول لي كالما صبري. قلت له انا الشوط الاولاني ما ايه مغلوبين 1-0 فرقه وما جتليش كور كتير قوي. دخلت الاوضه حط اللبس ابتدى بيقول لي بقى صبري بونديه احنا بنلعب بالليل يعني ايه ابتدى صباح الخير صبري انت مش موجود. رحت بقى لقيت التيشيرت ورميها بقى ومانيش اتعصبت تاني نونو جوميز وجو بنتو قال لي هات صبري بتاع الحاجات دي كلها. وموزر كان ساعتها المساعد بتاعه موزر المدرب العام بتاعه راح قال لي صبري خلاص ايه ده قلت له لا انا العب لعب رحت نازل سيبوني العب اللعب بتاعي نزلت التاني رحت دخلت جوه عملت اللي انت عايزه عملت ايه
عملت الثرو باص لنونو راح جاب جون التعادل. حلو. احول تغيير لمين؟ صبري راح مطلعني. ابتدى هنا من المشاكل. طب خليني عشان وقتنا هسألك على شويه مشاهد بالنسبه لي مهمه جدا. اتظلمت في الفتره من 2005 لحد ما اعتزلت مع منتخب مصر؟ اتظلمت ليه؟ حسيت يعني ايه السبب؟ يعني كابتن حسن بفضل ناس معينة. ناس معينه الجيل كان موجود معاه، مع ان انا كنت ساعتها في كنت لسه شغال كويس قوي كمان، وكنت معامل مشاكل كويسه جدا، بس انا ايه طبعا انا زعلت ان انا اتضايقت و... طبعا مش عايز اكلمك انك اتظلمت يعني. بس حسيت برضو ايه برضو حته الاتجاه الاهلي والزمالك، هي بتبقى متجهه لعيبه الاهلي اكتر شويه. يعني ايه اهلي الزمالك محترفين. فاهم. ندمت انك ما لعبتش الاهلي والزمالك؟ هو طبعا اي حد يلاقي يتمنى. مش عايز كلام، بس انا لا انا مش زعلان، بالعكس. ما حسيتش انك يعني حسيت ان انت اتبسطت في المشوار بتاعك وعملت رحله حلوه يعني. وكمان الدليل ان بتوع الاهلي الحمد لله بيحبوني جدا، بتوع الزمالك بيحبوني جدا، بس ما حدش عارف فيهم انت ايه، ولا اهلاوي ولا زملكاوي، ما حدش عارف ايه. يعني انت للاثنين كمان، انت بضيت للاثنين. يعني انت حكيت لي على الاهلي، الزمالك بقى كان مع خالد لطيف، كان قريب يعني في الاواخر، في الايه برضه في فتره الايه ان انا هاوي. ده في الاول خالص. الاول خالص. اوكي مش انا فاكر في الاواخر لما رجعت مصر. ماشي. لا لا لا. في الاول خالص. في الاول خالص. مضيت للزمالك. مضيت الزمالك. مضيت اهلي ومضيت زمالك. مضيت الزمالك. بس اصل طلع ان انت اهلاوي شويه وطلع ان انت زملكاوي شويه، فالناس مش عارفه. انا لعبت حتى وانا صغير. وبعدين عامر لعب في الزمالك، فالناس قالت لك لا هو غالبا اقرب للزمالك. لا لا مش حته ان انا رحت برضه ايه لعبت في الاهلي اختبارات. زي ما قلت لك كده، ورحت اختبارات في نادي الزمالك، ورحت اختبارات في الزمالك، وكابتن حلمي طولان مشاني برضه نفس القصه. بص يعني ايه كابتن حلمي مشاني؟ كابتن حلمي طولان، اسامه نبيه كان معايا في المدرسه، رحت نادي الزمالك كان معايا جيل، ورحت قعدت شويه بقى، وراح في الاخر مشيت من الزمالك. كابتن حلمي اللي ما وافقش عليه. كابتن حلمي طولان قابلته بعد كده طبعا. قابلته. ايه بقى؟ سلمت عادي جدا. عادي جدا. هو ما قالكش حاجه؟ لا 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 عادي جدا. يا ريتني كنت مشيتك، يا ريتني انت ما قالكش حاجه. بس هو طبعا ما اعرفش بقى هو قال كده، بس انا بحبه جدا طبعا وبحترمه جدا، بس يعني ده النصيب يعني. طب اسالك على شخصين برضو في رحلتك دي مهمين بالنسبه لي جدا. خالفتك قلت اكتر من مره انه شيكابالا. ده حقيقي، لانه شبهك في اللعب كل حاجه. كل حاجه من ضمن الناس برضو اللي مهمين في مشوارك، وانت كنت حكي لي الحكايه دي، كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو في لقاء بنفيكا و سبورتنج، كان ساعتها كريستيانو رونالدو كان هو عنده 19 سنه. ماشي. كان هو قاعد احتياطي مع الفريق السبورتنج. حلو. كان احسن صاعد في البرتغال كلها، كان مميز جدا، كان من اللعيبه اللي ليها يعني ايه مستقبل يعني. انطلاقه جامده جدا. بيلعب في سبورتنج. ماشي. كان مانشستر يونايتد متابعاه. حلو. متابعاه. انت مانشستر ساعتها كان بيحبوا الايه الاشبال الشباب الصغيره يجيبون زي فريق اياكس. اوكي. كان مانشستر هو بيتابع الايه متابع كتير قوي كريستيانو. حلو. كان ساعتها وقعت احتياطي في الماتش ده، وانا ساعتها ما كنت ساعتها اخدت احسن لاعب في البرتغال. في الماتش ده رحت مع صبري بقى، رحت انا يعني عملت العمايل. بعد الماتش ما خلص يعني هو خدت التيشيرت بتاعه. هو خد التيشيرت بتاعي، والتيشيرت بتاعه لسه معايا لغايه دلوقتي. عندك؟ انا خدته 28 وكريستيانو رونالدو وبتاع وحاجات دي، ومضى عليه وحاجات صبري. انا وانا برضه ما فيش يعني، هو صغير قال لي، وهو قال في انترفيو انه مش عارف، قالوا له انت ساعتها بقى في الماتش في بعد الماتش مانشستر يونايتد عاملين ماتش زي، فاكر لما قلت لك المكسيك احنا بنلعب ماتش، بيعملوا ماتش مع الانديه مع مانشستر. مانشستر جاي بقى ايه يعمل ماتش مع سبورتنج لشبونه عشان ايه؟ عشان كريستيانو رونالدو. حلو. بعد الماتش عشان يشوفوا كريستيانو. بعد الماتش خلص الماتش، اتبسطوا من كريستيانو، خلاص خلصت الصفقه. ماشي. بيعملوا الانترفيو. ماشي. بس كريستيانو قاعد بيسالوه بقى انت راح مانشستر وحاجه نادي بقى وعظيم، بيسالوا نفسك بقى تبقى زي جيجز، زي كانتونا، زي فيجو، زي بيكام، يعني من اللعيبه اللي اللعيبه الكبيره كبيره جدا في مانشستر يونايتد. قال لهم انا بحبهم جدا، بس صبري ده بالنسبه لي، صبري ده حاجه كبير، نفسي ابقى زي صبري. صبري ده كلمه يا جماعه يعني، صبري يعني. حتى كمان لما رحت بقى ايه ماديرا مع فنجادا، طبعا عيلته هناك هم من كريستيانو، من ماديرا بالظبط. كنت على طول قاعد مع الفاميليا بتاعتي. وماديرا اللي هي ماريتم وفي ماديرا. اوكي مديرة. ماشي. جزيره كده. كنت قاعد مع الفاميليا بقى والعيله بتاعته، بس رحت بروح له ماتشات ساعتها بقى بعد ايه. وعلاقتكم لسه يعني لحد قريب كنتوا بتتواصلوا؟ بس في الاخر بقى خلاص ابتدى الامور يعني، خلاص ابتدى ما بقتوش قوي زي قريبين. مش على طول. انما كان في فتره بتتواصلوا على طول. على طول. على طول يعني. وبالنسبه لك الفتره اللي هي العز عزك، احلى سنه ليك في كل المشوار اللي احنا حكيناه ده، احلى سنه ليك، احلى موسم ليك كان فين؟
احلى موسم ليا يعني، هم كلهم حلوين طبعا، بس انت بالنسبه لك اللي هو الموسم اللي الكوره مطوعاك والدنيا حلوه واي حاجه بتعملها بتمشي؟ لا في سويسرا يعني. في سويسرا اللي هم العشر ماتشات دول في سويسرا يعني عمل لي تمرينه برضه من عشان كنت برقص اللعيبه من كتر الترقيص سموني لقب لا لقبوني بلاي بلاي بلاي, بلاي يعني في اوضه يعني في تمرينه كان من كتر الترقيص ولا بيقولوا لك بلاي عشان انت لا من كتر لا 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 من كتر الترقيص يعني لقبوني يعني بيحبوا بلاي هناك بس بلاي ماشي بلاي بلاي لا 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 ماشي بس يعني كان ايه من كتر اللي يعني برقص يعني في تمرينه من انا حسيت ان انا بعمل حاجات غريبه كده برضه في الترقيص كان المدرب من الاول للاخر بس عايز اسالك على برضه مشهدين ثلاثه كده مهمين رقم 10 في حياتك ده كان رقم مهم ابيض رقم 10 ده مهم بالنسبه لي يعني انت ابتديت في المقاولين رقم 10 رقم ثاني وبعدين خدت 10 ومن ساعتها ما بطلتوش بس خلاص حتى قلت الكابتن جوهري كابتن جوهري في المنتخب كان ساعتها معايا عتاوله في المنتخب طبعا يعني انا رحت مين كان من 10 يعني بص 96 كان احمد الكاس كابتن احمد الكاس طبعا كابتن احمد الكاس طبعا خلاص اتبطل انا قلت رقم 10 على طول اتبطل اتبطل يا كابتن انا هاخد 10 انا هاخد 10 ماشي انت لبست كام في 19 وبعدها على طول بس انا عايز احط زائد بقى جنبها مش عارف زائد يعني 9 زائد 1 عملها عملها رقم 10 جدا حتى في بنفيكا لما رحت بين في بين الدورين لبست 25 ماشي عملت اكس صغيره كده ازاي بحب يعني 2 في 5 بحب انت بالنسبه لك رقم 10 بس المهم رحيل خلاص بقى كابتن كاس خلاص بقى مش في المنتخب رحت ماسك انت بس لا كابتن جوهري بقى جمع بقى اول معسكر كان ساعتها معايا وليد صلاح الدين كمان محمد صلاح ابو جريشه طبعا وابراهيم المصري الثلاثه بيلبسوا 10 الثلاثه بقى الكباتن عليا طبعا وانا 10 دي بالنسبه لي حاجة كبيرة بالنسبة لي ماشي قلت له كابتن جوهري كابتن جوهري يعني كان بيحب بيحبني جدا وانا بتفائل كابتن رقم 10 ورقم 10 دي بالنسبة لي مهمة بالنسبة لي وحاجات طبعا انا ايه راح طبعا عامل اوضة اللبس 10 مين؟ لعبد الستار ما زعلوش هم يا نهار ابيض ده زعلوا جامد جدا وانا كان ما فيش اي حاجه وانت عملت ولا حاجه انا ولعبت مشكله رفعت الياقه جبتها منين ولا هي كانت حاجه كده لا من كنت بحب كانتونا فهو كان بيعمل كانتونا ده لو اتفرج عليه ده من اللعيبه بص ما بيهزرش ما بيضحكش جميل بيعمل حاجات غريبه بيعمل كل حاجه صح يعني انت شفت مانشستر لا كان في منتخب فرنسا كان بيعمل حاجات غريبه هو فرنساوي اصلا بيعمل يعني هو صغير كان على طول اللياقه دي بالنسبه له فخدت الموضوع اللياقه ده منه وانت لما شفتها في مصر عايز اقول رحت ايه هو بحب بقى رحت انا رافع اللياقه قلت للكابتن جوهري قلت له يا كابتن هو التيشيرتات بتاعت منتخب مصر كانت سبعه كان ساعات ما بيبقاش فيها ياقه اصلا مفيش ياقه قلت له يا كابتن الياقه دي بتبقى شكلنا حلو احنا رفيعين ايوه ايه عشان ايه رقبتنا ما تبقاش كده طويله كده صح احنا نحاول ايه نقطنع وراح متفق مع الشركه وجابوا لك ياقه جابوا لي عشان ارفع الياقه ايوه طب قبل ما نختم برضو لازم افرجك على صورتين ابنك اعتقد مش اخوك ده ابن يعني ده ابن ميدو محمد وعامر كمان يعتبر ابنك ده ماتش تكريم كان في طلع الجيش ماشي كنت بلعب في ايه جاب النادي الاهلي كان اول مره النادي الاهلي يطلع من ماتشات التكريم ماشي. يطلع بره ايه يطلع بره نطاق يعني بالظبط بره نطاق النادي اوكي طلب طبعا ساعتها كان مانو الجوزيه مانو الجوزيه ليه علاقه كبيره جدا محبيني جدا وانا برضو ايه دعمته بشكل كبير من خلال ان هو يجي النادي الاهلي ماشي. من خلال الاستاذه لما يكون جم من كابتن الخطيب وكابتن باشمهندس عدلي عشان بيعملوا الكونتاكت مع جوزيه انا من قدام للناس كنت ايه بدعمه بشكل كبير وطلبت بقى ساعتها انا كنت ماشي بشكل كويس مع الجيش وجوزيه كان عايزني ان انا كل سنه ان انا العب في النادي الاهلي قال لهم صبر جيبوا لي صبر كان عايزك كمان في الفتره لما رجعت مصر رجعت مصر كل سنه كل سنه ماشي طلع يبقى رفض طلع يرفض ماشي كل سنه ماشي قال لهم صبر صبر اخر حاجه بقى خالص راضي عن مشوارك ده كله او رحلتك دي كلها بنسبه 100% الحمد مع لله الكرة. الحمد لله طبعا مبسوط بكل اللي انت عملته طبعا الحمد لله يعني الكوره دي بحبها جدا يعني بس قصدي ما فيش حاجه ندمت انك ما عملتهاش ما فيش حاجه كان ممكن تعملها وما عملتها كان حاجه يعني طبعا يعني في حاجات كتير قوي كان نفسي يعني طبعا ريال مدريد يعني مدريد. ماشي بس ريال مدريد كنت خلاص يعني بس راضي ومبسوط باللي حصل كله طبعا الحمد لله يعني ايه انا مبسوط جدا والناس يعني عرفت عبد الستار صبري برده من خلال يعني دي برده
مسؤوليه كبيره. لا انت حطيت اسمك في التاريخ ومنور. لا يعني مش عايز كلام. الحمد لله بره الاهلي والزمالك طبعا كمان. مش حاجه سهله يعني خالص. يعني انت تحط نفسك بره الاهلي والزمالك وان انت تبقى موجود تبقى دي حاجه الحمد لله يعني ايه كويسه جدا بالنسبه لي. انا اخر حاجه اقولها لك ان الناس كلها بتحبك. الناس كلها جدا. دايما بتتكلم عليك كلاعب يعني انت من احسن واحرف اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر. انا مقتنع بكده جدا. انا لما بتسال عن احرف لعيبه في تاريخ مصر من اول الناس اللي بقول اساميها انت ودي مش مجامله انت لعيب. انا بقول والله انا لسه حد كان بيسالني من كام يوم انت من اللعيبه اللي ما خدتش حقك رغم كل ده لكن انت ما خدتش حقك اعلاميا. انت كان ممكن تبقى لو في عصر سوشيال ميديا وكاميرات وتركيز وحاجات كان ممكن تبقى في حته تانية خالص. فانا بشكرك جدا على وجودك معايا ونورتني يا سوتر. بشكرك طبعا يا كريم وكل سنه طيب. انت بالصحه والسلامه. يعني انا مبسوط جدا. ربنا يوفقك يا رب. ربنا يخليك يا رب. الحلقه يعني جميله. انا مبسوط يعني كنت انا النهارده براحتي بتكلم بس اهم معاك. حاجه اهم حاجه واحلى حاجه ورحله حلوه جدا. بشكرك انك حكيتها لنا النهارده حبيبي كريم. ربنا يخليك. شكرا كريم. دي كانت رحلة واحد من أساطير الكرة المصرية عبد الستار صبري. دايما الرحلة على On Time Sports.